طيب ايش هي مكونات بنيه التطبيقات؟ لما اجي احكي عن بنيه التطبيقات راح اطلع على الموضوع من شقين. اول شيء اللي هو كتطبيق بحد ذاته، تمام، ان انا ايش المحتويات تبعته، زائد التطبيق مع التطبيقات الاخرى. التطبيق بحد ذاته انا بدي اجي اطلع عليه كحزم عباره عن موديولز، انا التطبيق نفسه عباره عن موديولز. راح ناخذ عليها مثال كمان شوي. لما نيجي نحكي مثلا الموديولز هذا بيحتوي على ايش؟ بيحتوي على مجموعه من الفانكشنز، عباره عن مجموعه من الوظائف، كل واحده منها تؤدي مهمه محدده. طيب هذه مثلا هذا ما يتعلق بالتطبيق نفسه. هلا ممكن انا اروح مثلا لاي شيء بين التطبيق والتطبيق الاخر اللي بيسموها خدمات التكامل او اللي هي الانتجريشن، بحيث ان انا تطبيقين مشان يقدروا يتكلموا مع بعض انا لازم اوفر لهم خدمه تكامل معينه، بحيث انه يقدروا مثلا ارسال استقبال او ارسال استقبال بنفس الوقت، بحيث انه يقدروا مثلا يتكاملوا مع بعض ويعطوني افضل صوره. خلينا ناخذ عليها مثال واقعي تقريبا معظمنا بيستخدمها مع اختلاف الادوات، وناخذ مثلا بحالتنا هون ناخذ اللي هو الام اس وورد اللي هو الوورد، بحيث لما اجي مثلا بدي اعمل وثيقه معينه انا اي تاب موجود عندي اياه مثلا فوق سواء كان اسمه فايل او ستايل او غيره، بحد كل واحد من هذول تعتبر عباره عن موديول، عباره عن حزمه مجموعه فيها مجموعه من الاشياء. فناخذ على سبيل المثال الحزمه تبعت الايديت. هلا الايديت انا بالعاده بكون عندي فيها كوبي اللي هي عباره عن نسخ، بكون عندي كات اللي عباره عن اللي هي قطع، بكون عندي بيست اللي هي لصق، كل هذه عباره عن فانكشنز، عباره عن ان وظائف موجوده داخل هذا الموديول الكبير، داخل هاي الحزمه الكبيره اللي اسمها ايديت. طيب ايش ممكن يكون عندي شيء بالانتجريشن؟ اذا انا فتحت على مثلا باستخدام الوورد نفسه، اذا ممكن مثلا اجي بعد الوثيقه هي بعد ما انهيتها ممكن اجي ارسلها بشكل مباشر عن طريق الايميل، فكل علي ان اجي اسوي اعمل فايل شير سند باي ايميل مثلا. ففكره ان ارسالها باي ايميل معناتها هون استخدمت اللي هو خدمه البريد الالكتروني لارسال هذه الوثيقه، هاي بحد ذاتها تعتبر انتجريشن. طيب هذا احد الامثله. مثال اخر خلينا نحكي على موضوع الانتجريشن، كان عندنا مثال مثلا موضوع السجل التجاري. السجل التجاري اليوم اذا انا بدي اجي افوت عليه مثلا وانا باجي شخص عم بيجي بيعبي الطلب تبعه، راح يدخل لي احد الحقول، راح يدخل لي اياها اللي هو اسم مالك هذه المؤسسه او اسم مالك هذا المشروع او شخص مخول انه يستخدم هذه الخدمه. من ضمن الحقول اللي حيستخدم اياها حيدخل رقم الهويه تبعته او رقم السجل المدني الخاص فيه. رقم السجل الخاص في هذا او رقم الهويه انا ممكن اجي اخذه ارسله لوزاره الداخليه او الجهه المسؤوله عن التحقق من الهويات، ويقدر يرد علي بشكل لحظي يحكي لي والله انه هذا الشخص موجود ولا مش موجود. هذه الخدمه بحد ذاتها هي تعتبر خدمه تكامل بين جهتين، بين نظامين. بالنهايه انا في عندي كوزاره الداخليه او جهه مخوله بموضوع الهويات اكيد في عندهم نظام اخر عم بيستقبل مني الطلب وعم بيرد علي بشكل لحظي، وهذه تعتبر لخدمه التكامل اللي ذكرناها.